اقسم بالله ما هيبقى فيه كاس عالم. اقسم بالله ما في 2022 ما هيتعمل ومش هيتعمل كاس عالم في قطر. بيقول لك هنعمل خيم للي جايين. ولو عايش قولوا احمد قال، ولو مت قولوا الله يرحمه قال لنا. قطر ردت على احمد ادم بالفعل مش بالقول، وقالت له احنا عملنا ورفعنا راس العالم العربي كله. احمد ادم الممثل المصري كان من اول الساخرين من استضافة قطر لكأس العالم، ومن الناس اللي اكدت ان قطر مستحيل تعمل حاجة، واتريق على فكرة الخيم وقال بيقولك هيعملوا خيم للناس اللي جاية، وقال ان حصول قطر على تنظيم كأس العالم كان فيلم، لان قطر كانت مقدمة في الوقت ده قصاد امريكا، وبقدرة قادر قطر اللي ما عندهاش استادات الفيفا ترشحها على حساب امريكا. الحقيقة ان مش احمد ادم بس اللي شكك وقتها، ناس كتير حوالين العالم شككت في قطر، خاصة انها دولة صغيرة من حيث المساحة، والاهم ان ما كانش عندها استادات اصلا. لكن قطر كانت ساكتة وبتشتغل، ولما ردت ردت بالافعال، وزي ما قال امير قطر في الافتتاح، سيرى العالم ان احدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة احداث عالمية بنجاح استثنائي. وبالنسبة للاستادات، قطر عملت استاد البيت اللي استوحته من شكل الخيمة فعلا، وهو مغطى بالكامل بسعة حوالي 70,000 متفرج، وبتحتفي بيه قطر بجزء مهم من ماضيها وتاريخها. استاد احمد بن علي بيستوعب 45 مشجع. التصميم والمباني المحيطة بيه بيعكس جمال الصحراء والنباتات والحيوانات في قطر. استاد الجنوب التحفة المعمارية المذهلة اللي موجودة في الوكرة بسعة 44,000 مشجع، واستوحى تصميمه من أشرعة المراكب التقليدية القطرية احتفالاً بالوكرة كمركز للصيد. استاد المدينة التعليمية اللي على شكل ماسة بتتلألأ على حسب حركة الشمس. واستاد لوسيل أحد أهم ملاعب المونديال، واللي هيتحول بعد البطولة لمركز مجتمعي بيضم مدارس ومتاجر ومنشآت رياضية كجزء من التزام قطر بالتنمية المستدامة. استاد 974 المشروع المبهر والرائد في عالم الملاعب، واللي اتبنى من حاويات شحن البضائع، واستوحى اسمه من عدد حاويات الشحن المستخدمة في بنائه، وهيتم تفكيكه بعد البطولة ومنحه لدولة تونس أو الأردن. استاد الثمامة، وده أيقونة عربية معمارية مميزة جداً، استوحى تصميمه من الطاقية اللي بتتلبس تحت الغترة أو العقال، واختاروا التصميم ده تحديداً لأنها تعتبر القاسم المشترك بين كل العرب. قطر أبهرت العالم وشرفت العرب وأجبرت الجميع على احترام عادات العرب والمسلمين وتقدير قيمتهم وقدرتهم، وورت العالم العرب وهو بيصنع التاريخ كعادتهم في الأزمنة القديمة اللي تناسوها في العصور الحديثة، وكل اللي اتحرم منه العرب بسبب الغرب قطر جابته بين إيدينا، منعت الخمور وخلت الفيفا تحط بند بإنذار المنتخب اللي هيدعم المثلية، ونصرت القضية برفع أعلام فلسطين في كل مكان وعلى أرض كل الملاعب، وشفنا أجنبيات بيلبسوا الحجاب في الشوارع قطر، وشفنا المشجعين بيتكلموا عربي ومبسوطين وآمنين. قطر قالت رسالة مهمة للعالم، العرب مش متخلفين، المسلمين مش إرهابيين.